ليغانس معنا اخصائية تجميل والعناية بالبشرة نهد ماماي. صباح النور نهد. صباح الخير كوثر. صباح الفل، مرحبا بك. عايش كبير. مرحبا. اليوم قدامك هكا باك اغابيسك فيه يقول لي دو برودوي هكا، كان تحكي لنا عليه. الباك ارابيسك باك طياره برشا لليغيد، العباد اللي عندهم ليغيد، هو انتياج هيدراتون غني بالزيوت اللي هما زوز زيوت اللي هما من اغلى زيوت في العالم، زيت لارغان والزيت قلوب الهندي اللي هو الفيك دو بارباري. زوز زيوت مهمين برشا، مهمين برشا للبشره، يعملوا ليدراتاسيون للبو نتاعنا. بالطبيعه فما ناس عندها روتين في الليل ديما نحكيو عليه كوثر، اللي هو الباك هذا نستعملوه كان في الليل باك هذا في الليل برك. اي في الليل برك، خاطر اونتياج كيما قلنا هيدراتون. الحاجه الباهيه في الباك هذايا اللي لازمنا نستعملوهم مع بعضهم باش ليفيكاسيتي نتاع البرودوي يعطيو يعني ليفي نتاعهم على الوجه، لازمهم يعطيو مع بعضهم الزوز، يعني بيناتهم 15 مينوت نستعملوه. اللي هما؟ اللي هو السيروم والكريم. كيما قلنا كوثر الزوز زيوت اللي موجودين فيه هما زيوت من اغلى زيوت في العالم، اللي هما فيهم الفيتامين او، فيهم الاوميغا 3، الاوميغا 6، الاوميغا 9. اللي هما ينفعونا برشا للبشره نتاعنا بالاخص العباد اللي عندهم ليغيد، خاطر هي باك اللي كيما قلنا زيت الهندي وزيت الارغان. زيت الهندي وزيت الارغان اللي فيه زاد الاسيد الهيالورونيك وزيت القلوب الهندي هذاك غني على التعريف. ممتاز ممتاز برشا للوجه. نستعملوه في الليل، نعطيو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال اي بيان سور. نحطوا السيروم نتاعنا بالطبيعة على بو نظيفة، تبدا خاصلة البشرة نتاعها بالكدا، منظفتها بالكدا وتشيحها، زادة تكون البو نتاعك شايحة. من بعد نحطوا نابليكيو السيروم ونعملوا، ماذا بينا نعملوا مودلاج كي نحطوا البرودوي ديما، اي برودوي انتياج ولا هيدراتون ديما نعملوا مودلاج. حتى السيروم؟ حتى السيروم بالطبيعه باش تكون البيناتراسيون نتاع البرودوي في الوجه اكثر، يعني تعطي ليفيكاسيتي نتاعها خير. نحطوا السيروم نتاعنا بعد 15 مينوت نرتاحوا شويه ونحطوا الكريم. كما قلنا يعني هو سوان دو نوي، يعني نستعملوه كان في الليل. كان في الليل على خاطر فيه الزيوت كما قلت. خاطر فيه زيوت وزيد اون بلوس قلنا لليغيد. والاستعمال نتاعو الفترة قديش نستعملوا باك اغابيسك؟ كوثر انت والليغيد اللي يكونوا في الوجه بالطبيعة ساعات يقول لك اني مثلا صغيرة في العمر من 20 عشبيني عندي ليغيد وهما تلقاهم ليغيدول. با يعني نجموا نستعملوهم من 20 سنة حتى لل 60 سنة، نجم اي عبد ينجم يستعملهم. خاطر هما ديجا كي تاخذ الباك انت والكميه نتاع لي غيد اللي في وجهك، يعني كيما تنجم تستعمل باك كيما تنجم تستعمل اكثر من الباك. ديما نتبعوا بالطبيعه هي الريزولتا نتاعو. نقولوا احنا ما عندكش لي غيد باش تستعمل، ما عندكش لي غيد وتحب على الكودي كلا وتحب على بالطبيعه ديما وقايه خير، هي الوقايه خير من العلاج. نبداو نستعملوا الباك الاولى، كان مشات معنا الباك الاولى واحنا ساتيسفيت بالبرودوي بالطبيعه نكملوا. معناها نجموا نستعملوها على طول. بالطبيعه هو الروتين نتاعنا في الليل هو للعباد اللي عندها لي غيد بالطبيعه، خاطر هو باك ارابيس كيما قلنا اونتي غيد اونتي اش هيدراتون. يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك اسعد ليالي. شهيه طيبه. شهيه طيبه. جيجي يا لالا وين وصلتوا؟ كملنا الديسير. ايواش شنو هيدا؟ هي لا هكا با فورسيمون تشيز كيك يبدا مدور ولا في مول، هكا نجمو نعملو دي فيرين كيف ما نحق بالطريقه هذه. كيسين بون الاختيار تاع المعون بعد كل واحد يعني ما حاجه سامبل، 5 دقائق يحضر الديسير هذا وماهوش طايب في الفور فوالا. دونك حاجه والكيوي فيتامين سي في الفريز وفي الكيوي هو طبيعه معناها الديسير كله فيتامين سي. اش حطيت فاكهه فيها؟ زوزه؟ والله حطينا زوزه كنعرفوا زوزه من النفع نتاعها. هو كل قدير وقدره اللي عندنا في الدار نحطوه اللي موجود. انتم شديتوني لكل قدير وقدره حاجه تمشي في هي توا هذه مش مكلفه. اي صحيح. معناها كعبه الكيوي بقد ايه الكعب؟ 500 فرنك ساعات برومو 500. قداش من كيس عملتوه؟ بكعبه واحده. كعبه واحده. كعبه واحده. وطري في فريز. كعبه في فريز مش برشا. معناها شويه بسكويت من اللوطه. عملناها الباز نتاع الليفيرين والبات تارتين دو اللي خدمنا بها التشيز كيك. فوالا. معناها كي نراوه كي نراوه كيس هكا ديجا ما تتخيلوش التكلفه كبيره. ماهيش كبيره. لازم تعرف تقضي برك. معناها كعيبه كيوي تريف فريز تريف بسكوي شويه 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 تعمل ديسير حاجه مزيانه وبنين ومش مكلف
ماهوش برشا مصروف. على فكره راهو احنا اخترنا باش نخدموا كيسان كبار، راهو نجموا نخدموا في كيسان صغار كيبداو عندنا دي زانفيتي مثلا، تبدا اون فامي نوبروز فيها برشا افراد عائله معناها، نجموا نختاروا كيسان ما اصغر ونصغروا لا كونتيتي وتبدا بريزونتابل ومزيانه. ومزيانه. هذه كي نقول انا اليوم شقان الفتره نتاعنا مش غالي، خاطر توا نحكيو زاده على معناها القدره الشرائيه نتاع المواطن. وي. احنا اليوم انت كتقول لحم الطن طرف الاسكالوب اللي خذيناه والقضيه ماهيش مكلفه كيما باش تعمل مثلا لحمه الطن بالحم بالطبيعه. دي سيرنا كيف كيف والزدر كلنا نعرفوا، تراي في الكبار وتراي في الليمون، كل عائله معناتها هكا في الدار شويه 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 مع طيبنا زدر بنين ماهوش مكلف كيف معناها شقان فتره تاع عائله كامله بالسلطه بالديسير بالسويت يتسمى تقريبا شو بنين محضرينه بالكدا بالكدا والريحه ما نقولكمش على البنه فيها وفي ميزانيتنا باش نلقاو المصروف عادي ماهوش مصروف كبير. معني الاقتراحات اللي قاعدين نقترحوا ولا يقولوا هما كل قدير وقدره خاطرها هك شويه شويه يعني كل حاجه شويه شويه ولا. حتى الزوزه شويه شويه كعبي تزيد مش وزيدت تقدم حاجه مزيانه وماهيش معناتها هكا العين اللي تبدا حاجه مزيانه بريزونتابل تتحط قدامنا في الطاوله ديجا تشبعنا من فيزوالمون ديجا تشبع. ذكروني كيفاش عملنا الديسير نتاعنا. ديسير عملنا البسكوير حيناه مع شويه زبده. اي خذينا الفخيز نتاعنا ديكوراسيون كل واحد وطريقته، خذينا كريم شانتي دونك ساشي كريم شانتي نخدموها بشويه حليب ومعها الماجستي وما زدناش سكر. احنا قاعدين نبعدوا على السكر لو ماكسيموم ومن بعد زين بالفيكيا اللي عندك. فوالا بالفيكيا اللي عندك وبالغله اللي عندك. حتى الدقلج حلوه راه الدقلج حلوه وي حتى منظرها يبدا داير هكا نعوضوا السكر كي جويجه نفس الكونسيبت. يعطيكم الصحه ونمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي طاقه المكان. فقرتنا هذه تعودتوا بها كي نقول اخصائيه نفسيه واخصائيه في طاقه المكان نقولوا شيراز مسيري. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والانوار. يعني نكملوا يا ليلى في الطاقه الايجابيه واليوم باش نحكيوا على طاقه الاسماء. طاقه الاسماء انا حابه نعرف قبل ما ندخلوا في الاسماء اقوى اسماء عندهم طاقه شنو هو واقل حظ شنو؟ نبدأ بالأقوى الأسماء. أقوى الأسماء هي اللي تبدأ الحرف الأولاني متاحة عنا ما كي سي بي ورادة، يعني تنجم تحفظهم مكسب ورد. مكسب ورد حلوة برشا. مكسب ورد ورد شدوها الحكاية هذي بيها برشا. ولا ما كي وسي وبي و وراودة في أول الاسم أو في آخره فهو جميل جدا ويعطي طاقة إيجابية جدا ويحل أكل الأبواب متاع الفرص الحياة، أنه العبد هذاك يعرف يختار فرص الحياة، يعني له من الحظ الحمد لله، يعني يكون محظوظ جدا في الدنيا. أيه؟ أنه يبلغ أهدافه بسهولة. أيه؟ مثلا عنا هذوما. أيه؟ عنا مثلا حاجات مذبينا نتجنبوها كما الهمزة. أيه؟ الهمزة هذيك الألف على الهمزة. أيه؟ على السطر. أيه؟ مثلا الهمزة كتبدأ في وسط الاسم. أيه؟ كما نائلة. أيه؟ هادئة هادئة. أيه؟ نحن نقوله. أيه؟ هي هادئة ونائلة ما هي النائلة. أيه؟ والوئام الأسامي هذوما نلقاو ديما عندهم مشاكل في العلاقات، إما يفترقوا على علاقاتهم بسرعة يعني. أيه؟ ما يقعدوش في علاقات صحية ولا علاقات طويلة المدى، ديما تلقى عندهم إما دي غولاسيون توكسيك أو نقولوا احنا فراق يعني بالسفر أو بأي حاجة أخرى ذيك. أيه؟ العلم لله. لكن ديما منتصف الحياة يكون صعب نوعا ما. أيه؟ عندنا حرف اللام. حرف اللام في أول الاسم يكون جيد جدا، هو تحقيق الأمنيات في أول الاسم، لكن في آخر الاسم هو عبارة أنت قلت لا للحاجة. أيه؟ كما منال نوال مثلا. من الأسماء اللي مذبية كمال خطر يبدا بالكي. لا كمال، لا كمال فيه الكاء وفيه الماء وفيه الالف واللام هذيك اللي هو تولي ال. أوكي. ما عادش نحسبوها لام. تولي ال. الهيبه كما كمال جمال هم من احسن الاسماء الموجوده عند الرجال. لكن الاسماء اللي توفى بلام مش كمال وجمال. أوكي. مثلا
توفى بلام كيما نوال منال الاسماء هذه تكون ديما عرضة للعتاب واللو يعني لونتوراج نتاعها الكل اي حاجه تصير يلوموها ياسر تلقاها ياسر صبوريه ياسر الانكاس من العباد ديما اذا كان فما لوم ولا طاقه سلبيه تلقاهم يحطوها فيها هي دونك احنا شنو نقولوا مش المهم الاسم المكتوب على الاوراق المهم الاسم المنادى به يعني السفيرة والحل في هذه الكل وخاطر برشا الناس تسألين به شنو الحل الحل في هذه الكل أن تلقى تربيجة والاسم هكا تعود الناس أنهم يعيطوا لك به معناه ينجموا لك به لأنه العبد بيختارش اسمه فلا النجم لكتو سامبلومون احنا النجم نسميه جديد البيت النجم المواليد الجدد وبالنسبة للناس اللي اسميها هكاية وفيها شوية طاقة سلبية فتعمل تربيجة عنا الكنا تربيجات احنا ولا تعمل تربيجه والا اسم تعود الناس انهم يسميوها الاسم هذاك تبدل اسمها في التليفون في الفيسبوك في يعني في لي ريزو سوسيو تسمي اسمها بالاسم اللي هي اختارته يجيب الطاقه الايجابيه احسن الاسماء 2024 احنا تعرف مجموعه نتاع باش تفرح انت حاجه حضرت لك اللي كنت ب 2024 مجموع الارقام هي 8 باهي واحنا عندنا حساب الحروف في الجمل الصغير الجمل الصغير من 1 ل 12 مش كما الجمل الكبير يوصل حتى ل 400 رقم الحرف ما قلنا نحن كل حرف مرتبط برقم عندنا فرح الفي 8 واحنا الرقم تاع العام 8 دونك العام يكون ياسر محظوظ وثمانية ديما نحن في الفانكشوي وطاقه الاسماء الرقم 8 هو لا بروسبيريتي هو الحظ الغناء الرزق الوفير باذن الله والحظوظ في العلاقات مثلا كما قلت لك فرح الفي 8 الرا 8 الحا 8 اذا محظوظه جدا فرح ان شاء الله كوثر توش تفرح الكي 8 الثي 8 والرا 8 يعني عندك ثلاثه شوف الحمد لله ديما نقول حاجه خلينا نكمل الاسماء زيد رنيم ورناء ياسر محظوظين العام هذايا خاطر عندهم اكثر من رقم 8 في الاسم المهم ان نحن نعرفوا نقتنصوا علاش نعرفوا في هذايا الكل أنا كي نعرف اسمي والعام هذايا موتيني بإذن الله وربي يطول في عمرنا ويعطينا الوقت الطيب إن شاء الله هنقول إذا نولي منتبه جدا لفرص الحياة نولي فما فرص راهو كي تبدأ أنت مش منتبه تتعدى قدامك من بعد تتذكروا سي هي فاتت أما كي تكون منتبه وتعرف العام عامك إذا تولي عندك استعداد نفسي أنك فوالا لا أنا محظوظ السنة باش نخدم أكثر باش نعمل أكثر يعطيك الطاقة هذيك هي يظل لي الطاقة الإيجابية هذه هي الطاقة الإيجابي. عنا أسامي زيدة اللي نختاروا فيها مقاطع مثلا عنا نادرة نادرة أما على شرط ما يوفيش بالتي مغلوقة راهو التي مغلوقة في أسامي النساء هي حياة غير مستقرة وخاصة في العلاقات يعني توفى فيسع العلاقات اللي عندهم كيما جميلة نادرة الحاجة اللي لازم تعملها أن تكتب الاسم بالألف بالألف ما تعملش التي مغلوقة أبدا باهي دونك نحن ديما نقولوا اللي الحرف نون هو حرف هوائي غير مستقر ليه باش تقعدوا تحفظوا توا اي ما دمنا نتبعوا معاك باش نحفظوا النون هو حرف هوائي غير مستقر غير مستقر النون ونزيدوا الف اذا انا كبرت وعطيته حظوظ اكثر النون هو عدم استقرار صعوبه في العلاقات نادرة يعني عادة تكون ما تكملش في الزواج متاعها ما تكملش في حياة تكون حتى كي تكمل تكون العلاقة من نوع العلاقات الصعبة بالرغم اللي نايلة نادرة نادرة تكون عندها قوة كبيرة في إدارة الأعمال متاعها وفي إدارة الأموال متاعها اون بون جيرونت كان تحط على راسيو سيتي ولا تعطيها فلوس تعرف كيفاش تتصرف في الفلوس هذيك لكن زيدا الناء هذيك صعوبة في العلاقات ينجم يكون صعوبة عاطفية أو صحية يعني تنجم تكون علاقات به لكن عندها تعب صحي لكن تتجاوزه المقطع اللي نحب عليه هوني هو الد والراء الدل والراء اللي هو در نقولوا احنا من در يدر ندرة ديما عندها العطاء كريمة جدا لحد الاستنزاف صحيح
دونك لازم الندرة تعمل كثيرا على التوازن، خاطر عندنا الرا سورتو كي نعملوا لها الف تولي برزق، يولي يعني تولي مرزاقه الحمد لله. ندرة اختي بشوكولا تولي تكتبها ندرة. فوالا فهمت؟ التولي كريمه جدا، وايضا التوازن لانها كريمه جدا ومعطاءه جدا، لكن تعرف باش ما نحصلوش في الاستنزاف النفسي والاستنزاف الطاقي نتاعنا، لازم فما توازن في الدنيا كلها بين الاخذ بين العطاء. مش نعطي برشا وما ناخذ حتى شيء خاطر باش نولي نعيا. صحيح. ومش ناخذ زاده خاطر هكاك تولي انانيه يعني مفرطه. صحيح. واللي عندهم التي مربوطه كما توا احنا اميمه اميمه اسمها بالتي أميمة. أنت قلت التي ذيك كيفاش باش تبدلها؟ ما تكتبش اسمها بالتي، احنا اصلا ما ننطقوهاش. شوف احنا ماناش كيما الخليج وال ومصر وكل شيء، اللي هما التي عندهم ينطقوها هاء أميمة. اي مش عندنا نحن أميمة. كيما عندنا شيماء مثلا، احنا نقولوا شيماء. اسم محظوظ برشا، عنده طاقة إيجابية. هو عنده طاقة إيجابية خاصة في العمل أميمة. أي. أول حاجة عندها حروف نورانية اللي هو حرف الميم مكرر. أي. اللي هو المال مكرر. لكن عندك المال يا أميمة. شوية بركة أميمة ديما عندها العلاقات متاعها تلقى الصدمات في العلاقات، خاطر إنسانة قوية هي في الكاركتير متاعها قوية. دونك تلقاها تفضل الصدام مع العبد أكثر من المحاورة. من النصائح اللي نعطيها أنا الأميمة، اولا انها ما تكتبش التاء مربوطه أميمة، وانها تكون اكثر ليونه لانه العام هذا هو عامها. اذا كان باش تخمم في مشروع، اذا كان تخمم في تقدم وظيفي، فهو الوقت المناسب. اذا انطلقي أميمة. ان شاء الله موفقه أميمة. والاسماء اللي هي اقل حظ، باش ما نقولش كلمه هكا مش خايبين، اقل حظ هو شوف احنا ديما نقولوا لكل امرئ من حظه من أي. اسمه نصيب. نصيب. اي كي يبدا انا عندي اسم ماهوش داعي، هو رسول صلى الله عليه وسلم. بدل الاسامي. يعني بدل أسامي جميلة، بدل القاء أسامي في الجاهلية ميشبية، وبدلها لأنه كان يعلم طاقة الأسماء. وربي سبحانه قال وعلم آدم الأسماء كلها. يعني الأسماء أنت تحب ولا تكره، الأسم راهو عنده عليك طاقة. إذن مش لازم أنك تمشي تبدلوا على الأوراق، ما يعني شيء اللي على الأوراق هذيك. الأوراق مش مشكلة، جست أعمل تربيجة وإلا اسم خفيف، وعود الناس انهم ينديوا لك به. واذا كان في علاقه جديده باش تتعرف على عباد جديده، تعطي الاسم نتاعك جديد. اي فوالا فوز لي فوار لي بشويه بشويه باش تحصل. لكن كل اللي اقل حظ باش يعرفوا كيفاش يعملوا تربيجه ديما اكثر اللي اقل، كما قلت لك اللام في الاخر، الهمزه في الوسط ولا في الاخر، ديما تكون علاقاتها عندها مشاكل عاطفية، ديما عندها مشاكل عاطفية أو مشاكل صحية. شنو الحروف الأخرى مثلا اللي توفى بضمة كيما ريم. أي. من الأفضل باش تقوي في حظوظها في المال، خاطر ريم عندها كل شيء. لكن شوية في المال تبدأ كبس عليها الدنيا شوية، دونك ماذا بينا ريما. أي. أكثر من نريم يوتيها خير. فما أسامي أخرين يلسوفي أن سعيدة بالتال مربوط نردوا سعيد، اما المشكله هوني هاو سعيده انا ماذا بيا كله يتبدل. الكل يتبدل. اي خاطر اذا كان باش نعمل د مع الالف تولي داء. أي. يعني تولي مرض. اي لطف. فهمت؟ يعني مش احنا نبدلوا منها. فما حروف اصلا ما لازمناش، مثلا دل صعيب الدل. هو سيفغي اذا كان في اول اسم سياده. مثلا اللام ما لازمش يتكرر. دليلة، دلال، دلندا، هذوما اللي اللام مكرر ديما تلقاهم. أما ما تزوجوش وإلا العلاقات متاعهم يعني تكون سامة نوعا ما ويعانيو برشا، سهل برشا. نجاوب الناس كل سيغتو من البارح يسألوا سوسو. صحيح ماما تولي أي سوسو. حاجة أي حاجة أي حاجة أخرى. فما برشا أسامي مزيانين يبدلوا جست المقطع متاع الاسم، ولا يعطيوا لرواحهم يلمدوا حروف تكون داعمة لهم هما،
وتكون يعني هما وشنو اللي يحبوا بالضبط، يحبوا علاقات، يحبوا فلوس، يحبوا فرص حياة، يختاروا ديما نحن عنا كالتابلو هذيك انهم الحروف النارية الأرضية دو بريفيرونس يعملوا تربيجة من كل جزء فما حرف يكون متكامل. وسنة 24 هي الحروف اللي هي أكثر حظ. أنت قلت لك عنا الكي والث والراء والنون والميم هذوما أكثر الحروف، أكثر الحروف اللي هي معناتها في علم طاقة المكان وطاقة الأسماء كل عام الحروف كيني كما علم الفلك والأبراج معناه ما عندوش برشا فما شكون يخدم هكاك، فما شكون يبدلها ينجم يطوعها كما هي مطوعة للفانك شوي، لكن أنا لا مش هذاك اللي نتعامل به. هو رقم الجمل الصغير عندنا نحن هو موجودين يعني بالنسبة للعباد اللي تحب تقرأ، عندنا حاجة اسمها الجمل الكبير وكتاب الجمل الصغير اللي هو يعلمك كيفاش أنت تحلل الأسماء وأنه أكثر أسماء داعمة. لكن ديما نرجعوا التاريخ الولادة، هذا صحيح حتى في الفانك شوي ديما نرجعوا تاريخ الولادة، الفانك شوي ترجع لتاريخ الولادة لكن قلنا 2024 الحروف اللي ذكرتها هي أكثر خاطر المجموع هو 8 2 2 4 8، المجموع هذا ينجم يتغير العام الجاي، ينجم يتغير عملي وكان 7 يعني أيوة. كان 7 كانت فما حروف أخرى محظوظة، 2 8 حروف أخرى محظوظة. إذا هكايا نحن الحساب نتاعنا مثلا سي فغي أن نرجع لدات دو نيسونس مثلا الحروف هذه كوثر اللي قلت لك راني رانيم رانيا الحروف المحظوظة هذه كان زاد تاريخ الميلاد يكون 8 أو مثلا 26 اللي هو المجموعة 8 أو 17 اللي هو المجموعة 8 يوم الولادة فالحظوظ تتدعم جدا. يعني أنا نعطيك تاريخ الولادة متاعي نعرفه تعرفوا عملت الكالندري نعرفه أنا 4 سبتمبر في شنو اللي في 1971 لي سافا احنا عشنا كن بالحاجه اللي هي نتاع العام اذا عندنا السبعة والواحد عندي 8 وانت عندك 3 حروف 8 اذا انت محظوظه جدا ان شاء الله سنة. يا ربي ان شاء الله ان شاء الله كلكم محظوظين ان شاء الله. يعطيك الصحه يعيشك. شيراز ديما كلامك هكا يريح، هو هي العلم هذا معناها يبعث الراحه كي تحكي الإنسان ينجم يرتاح من كلمة، يرتاح كونه قالت له اسمك فيه حظ، جيب الطاقة الإيجابية يولي يرى الأمور هكا محليها وعنده طاقة إيجابية. هذا هو المطلوب معناها، إن شاء الله الطاقة الإيجابية توصل للناس الكل. نمشي للكوجينة ونكملوا نشوفوا شنو الروسات متاعنا وين وصلت. يلا جيجي احنا كملنا كملنا منجمش نقولوا لك ذوق على غاد الله الله كملنا دونك الدر السويت نتاعنا السويت اللي هو السويت السويت اللي هي لحمه التم بالدجاج، عندنا الحسو استر بالكعابر وعندنا التشيز كيك بالماجستي. شق الفتره نتاعنا حضر ديسير نحضر نقصة كويس تي للسهريه ونزينوا الطويله واكا هاو كل شيء امريكي كل شيء امريكي وحاضر. باش تحضروا لنا حاجه اخرى خلاف هذوما هذوما لا كويس تي كويس تي يلا نخرجوا بيبو هنا راجعين.